مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة. ثبت خلال اليومين الماضيين أن جماعة الإخوان ليس لديها ما تقدمه إلا العنف والإرهاب المسلح. تعاملت مع أحداث ذكرى ربعة هذا الاعتصام المسلح الدموي كما وصفناه، تعاملت معه بمنطق أنه لابد من استعادة العنف ولابد من استعادة الدماء ولابد من استعادة السلاح. كان يمكن للجماعة حتى أن تقدم صورة سلمية للتعامل مع هذه الأحداث وتظهر نفسها على الأقل حتى لو كذبا على أنها جماعة سلمية، لكن خلال اليومين الماضيين فشلت الجماعة في أن تقدم أي تصرفات سلمية أو أي سلوك سلمي. ثبت أنه ليس لديها ما تقدمه إلا العنف، حتى لا تستطيع أن تتحدث في السياسة ولا تستطيع أن تستخدم وسائل سياسية ولا تستطيع أن تتعامل مع هذه الأحداث لكي تبين أنها كانت سلمية كما تدعي وكما تزعم. عاشت مصر خلال اليومين الماضيين بعض أحداث العنف التي يمكن أن نصفها بأنها حلاوة روح، يعني هي لا تقدم ولا تؤخر في النهاية سوى أنها تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا. تدفع بهم جماعة الإخوان إما توجيها أو تأجيرا إلى العنف، بينما هم في الخارج يقيمون في قطر وفي تركيا ما عندهمش حاجة يقدموها إلا العنف المسلح اللي هتشوفوه من خلال بعض المشاهد، بعضها بننفرد به وبعضها بنستعيده معاكم. لكن الذي يمكن أن نستوعبه جيدا مما حدث خلال اليومين الماضيين، جماعة الإخوان ما عندهاش إلا العنف، واللي بيكلمونا بقى في أنه يمكن إعادة إدماجها في الحياة السياسية ويمكن أن تكون في بوابات للتفاوض والتصالح، على هؤلاء أن يصمتوا نهائيا، لأنه الجماعة تساوي العنف وما عندهاش ما تقدمه إلا الإرهاب المسلح، سواء متخفية من خلال بعض العمليات الإرهابية الكبيرة التي تنسبها لجماعات تكفيرية بينما هي ضالعة فيها، أو بعض العمليات الصغيرة اللي فيها استخدام قنابل محدودة الصنع أو إشعال النار في بعض مؤسسات الدولة. حاولت الجماعة إشعال النار في بعض المؤسسات، تمكنت من مؤسستين، حي عين شمس واليوم كان في حي المعادي، وبعض الحوادث المختلفة وبعض أحداث العنف في عين شمس والمطرية. لكن في كل الأحوال ده يؤكد ويفضح جماعة الإخوان، والمشاهد اللي هنشوفها تؤكد أنه الجماعة لا تملك إلا السلاح، واللي بيشتغل في السلاح لا يمكن أن تضع قدما في السياسة وقدما في السلاح. كل ما نقول أنه الجماعة يمكن حتى أن تقدم ما يظهرها بشكل سلمي وهي ليست كذلك ولن تكون كذلك، لكن على الأقل كان يمكن أن تتعامل مع هذه الأحداث لكي تظهر سلميتها كما تدعي بشكل سلمي، لكن هي لا تستطيع أن تتخلى عن العنف وليس لديها ما تستخدمه وما تقدمه إلا السلاح والعنف. إشعال النار في حي عين شمس ربما كان هو المشهد الأكثر عنفا والأكثر استخداما للإرهاب. لا 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 حدش ولا عربيات. لكن عنده الراجل يلا يا جدعان. ليس لديهم ما يقدمونه إلا المولوتوف والسلاح واستخدام العنف بكل أشكاله. المشاهد اللي هتشوفوها بقى، شوفوا صبية يحملون الأسلحة وعددهم كبير والأسلحة معاهم، شيء سهل جدا وطبيعي.
هذه المشاهد تم التقاطها من خلال أحد السكان، وحتى هتسمعوا صوت هذه العائلة أثناء التسجيل. شوفوا المشاهد في الشوارع، هنشوف المشاهد كاملة وبعدها نحاول أنك تدقق وتشوف حجم الأسلحة التي في حوزة الإرهابيين، لأنه لا يمكن أن تطلق عليهم إلا هذا الوصف. حينما يحملون الأسلحة في الشوارع وفي الأحياء، إيه هو المطلوب؟ ما هو المطلوب حينما يتم حمل أسلحة بهذا الشكل الذي ستشاهدونه، ومعظمهم صبية صغار السن، يتم استخدامهم من قبل جماعة الإخوان أو استئجارهم، يعني يجب أن تكشف التحقيقات عن ذلك. تعالوا نشوف استخدام الأسلحة في حي عين شمس، وعائلة تقطن في الشارع اللي هتشوفوه هي التي قامت بتصوير هذه المشاهد. شايفة؟ شايفة؟ يا ولاد الجزمة تعرفوا تنزليهم يا بنت؟ شايفة؟ أيوة أيوة هم، بس الناس مش هتصيروا بجد. الواد أمير بيطلع، خلي بالك انت كده الإزاز باين. يا رب يا رب النصر من عندك. شايفة اللي واقف قدامنا ده؟ شايفة؟ يا رب النصر من عندك. صوري يا بنت أبو أخضر ده، أبو أخضر ده. صوري يا بنت، صوري صوري، حسبي الله ونعم الوكيل. هي دي الجماعة السلمية. تعالوا نشوف بقى، هتشوفوا المشاهد كده ببطء شديد وتشوفوا حجم الأسلحة. طبعا بنجيب لكم صور الناس لأنه هنا يمكن للأمن حتى أن يتعرفوا على صور بعض الشخصيات، حتى الشخص اللي هيبقى ملثم بعد كده أو بيضع القميص على وشه ولا بيضع قطعة من القماش لإخفاء وجهه. دول قتلوا 2 وأصابوا 5، يعني اللي انتوا شايفينهم ما كانوش عاملين إزعاج فقط ولا بيحاولوا انهم يعملوا نوع من القلاقل، لا ده بيعملوا عمليات قتل. او شايفين الأسلحة، ده متظاهر سلمي اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو يعني أشبه بداعش وأشبه بما يفعله وبما تفعله داعش في العراق، ودي أسلحة في حوزتهم. هتشوفوا لسه أسلحة، ودي وجوه يمكن التعرف عليها، يعني ميزة الكاميرا وهذه العائلة الفاضلة التي تنتمي لمؤسسات الوطن التي قامت بالتصوير من بلكونة المنزل، يعني لولاها يمكن التعرف على الشخصيات اللي احنا شايفينها. هتشوفوا مجموعة من الأسلحة، ادي الأسلحة وشايل السلاح في ايده، ده متظاهر سلمي ينتمي لجماعة الإخوان. وهتشوفوا تاني كميات، مجموعات كبيرة من الأسلحة في حوزتهم. دول قتلوا 2 وأصابوا 5، المجموعات اللي انتوا شايفينها. وهنا اهو دي أسلحة في حوزة أعضاء جماعة الإخوان في حي عين شمس. وأعتقد أنه ممكن من هذه المشاهد الذي لم يخفي وجهه، أو شايفين بقى الأسلحة التانية دي اللي جاي أو دي مجموعة أسلحة واضحة، احنا حاطين لكم دوائر حمراء في على الأسلحة التي في حوزة الإرهابيين. تعالوا نشوف تاني هذه المشاهد لأنه يمكن أن تستفيد منها أجهزة الأمن في التعرف على بعض الوجوه، لأنه في هذه المنطقة قتل 2 وأصيب 5. أهو بيخفي وجهه، وقبل ما يخفي وجهه يعني أنت لو جبت نرجعها كده أستاذ أشرف شوية، لو يعني هنا يمكن بالتركيز على بعض المشاهد يمكن أنك تتعرف على الأوجه، يعني اللي موجود هناك ده أهو اللي في الصورة ده اللي ثبتت عنده الصورة يمكن الوصول إليه. وأيضا هتشوفوا هو ميزة الكاميرا أنها تكشفهم وتفضحهم، عشان كده هم يكرهون التلفزيون. شايفين ده أيضا ممكن أنك لما تركز فيه شوية تستطيع أن تتوصل إليه، يعني
احنا شايفين اهو بعض اهو بدأ يخفي وجهه، وبعد كده يقولوا لنا انه جماعة الاخوان تستخدم وسائل سلمية، وتلاقي قناة الجزيرة تتعامل معهم بانه يسموهم رافضوا الانقلاب. شايفين اهو تاني ادي الاسلحة في حوزة الارهابيين، صبية يتم استخدامهم، ملثمون يخفون وجوههم، وهو الاثنين اللي جايين بيجروا دول يمكن التعرف على وجوههم جيدا، اهو وشهم واضح جدا، تستطيع من خلال هذه المشاهد اللي بننفرد بها، لانه في هذه الساحة قتل اثنان واصيب خمسة، فاذا كانت اجهزة الامن تبحث عن القتلة مع الجهات القضائية يمكن التوصل الى القتلة في هذه الصورة. احنا امام ميليشيات وعصابات مسلحة، هتشوفوا بعد كده الهروب من الموقع وهم معاهم الاسلحة في حوزتهم، اهو ده لابس السواد، كل ملابسه من السواد بما فيها القناع الذي يخفي وجهه، وكأنه يعني هنا ينتمي لتنظيم القاعدة او ينتمي الى داعش. جماعة الاخوان تستخدم اعضاءها في القتل، يعني احتفلوا بذكرى ربع على طريقتهم الخاصة، المزيد من الدماء، المزيد من استخدام الأسلحة. شايفين تاني اهو دي اهو شايفين الأسلحة هنا بقى واضحة، ويرفعونها في الهواء، يعني لا خجل ولا إخفاء، يرفعونها في الهواء على اعتبار انه الناس خايفة ومحدش هياخد باله من ده. أستاذ سعيد فكري أحد شهود العيان. أستاذ سعيد أهلا بيك. ازيك استاذ سعيد؟ اهلا بيك. اهلا بيك استاذ. اهلا بيك استاذ سعيد. الاحداث اللي احنا شايفينها دي انتوا عشتوها ازاي في عين شمس بالامس؟ ما الذي شاهدته؟ ربع ساعه عذاب غزه وفلسطين. غزه وفلسطين، يعني عايزين تحويل مصر الى ساحه شبيهه بما يحدث في غزه. انتوا شفتوا الناس معاها الاسلحه كده بشكل واضح؟ بشكل واضح. وعدد كبير منهم ملثمين بيخفوا وشهم. والاخوات المنقبات هم اللي كانوا حاملين السلاح ودوهم للملثمين. يعني في المقدمه سيدات ترتدين النقاب وبيخبوا السلاح تحت النقاب. بيرتدوا النقاب لحمل السلاح. يعني السلاح بيخبوه في الاخوات المنقبات اللي هم بيقولوا منقبات، يعني اللي هم ينتموا للاخوان المسلمين ده المفروض يعني. طيب الشارع اللي انا شايفه ده شارع ايه؟ حسن سرور مع تقاطع حسن السادة من احمد عصمت. متفرع من احمد عصمت. والشارع ده شهد عمليات قتل؟ لا حضرتك، شاهدنا الضرب كده مرة واحدة، والمحل عندي اتبهدل، واخويا مصاب، وابن عمي توفى. ابن عمك توفى وكسروا عدد من المحلات واعتدوا على الناس. اعتدوا على الناس، وفي حضرتك لسه حالة دلوقتي متوفية ماشي، والباقي في الانعاش. طيب هنا احنا شايفين اهو حتى المشاهد لا تكذب بالصوت والصورة، ملثمون يحملون الأسلحة بشكل واضح، وبعض يعني مش كلهم ملثمين، عشان كده تستطيع أجهزة الأمن من خلال هذه المشاهد التي نعرضها التوصل إلى بعض الإرهابيين الذين نشاهدهم في الصورة أو في هذه المشاهد. بص حضرتك، اللي هو كان قلع التيشيرت ده كان بيلم بيضرب ويلم الفرق من الارض، اللي هو اللي هو اللي هو اللي احنا شايفينه على الشاشه ده، اللي هو انت شايفه على الشاشه ده، اللي كان بيضرب ويلم الفرق من على الارض. يعني ده كان بيضرب رصاص؟ ايوه طبعا. احنا شايفين وشه، كان بيضرب خرطوش حضرتك. شايفين بعض الملامح التي يمكن من خلالها التوصل، اللي يهمنا هو التوصل إلى هوية الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الحوادث والجرائم، لأنه هذه المشاهد التي ننفرد بها يمكن أنها توصلنا للقتلة. قتلوا اثنين وأصابوا خمسة، وأنت بتقول لي في واحد مات من شوية، يعني
احنا بنحاول اهو نقرب، احاول تقرب لنا الصوره شويه لانه يمكن من خلالها التواصل. دلوقتي حضرتك كده في 2 متوفيين و3 مصابين في حالات خطر، احنا نحاسب مين وناخد حقنا من مين؟ وكلهم من نفس الشارع ده؟ من كلهم من حد واحد وما فهمش واحد يعني كده، كلهم ناس محترمه اصحاب اعمال واللي رايح الشغل وما فهمش حد. احنا شايفين صوره ال، نحاول نقربها تاني حتى نقدمها لجهات الامن انها تتوصل اليهم. حضرتك اللي اتضرب بالنار دول ما لهمش اي ذنب، ده واحد جات له الرصاصه بيرفعوه بينقذوه يسعفوه اتضربوا. يعني كلهم من سكان الحي؟ من سكان الشارع بينقذوا، يعني ما لهمش اي حاجه، هم بينقذوا بس جيران بينقذوا الناس يعني. هم نزلوا ينقذوه ضربوا كلهم في وقت واحد. طيب هل تم التعرف على بعض الموجودين ولا ممكن يكون بعضهم من خارج الحي؟ بعضهم من خارج الحي لكن من عين شمس. من عين شمس يعني لا يستطيع انه يتجول كده في الحته الا اذا كان من عين شمس يعني. من عين شمس وفي ناس من عين شمس. طيب احنا شايفين تاني المشاهد اللي بتؤكد انه جماعة الاخوان تستخدم الاسلحة وهي التي تقتل المواطنين واستخدموا الاسلحة. تلاحظوا ان معظم الاحداث في عين شمس والمطرية. حضرتك اسلحة ميري، اضربوا بالاسلحة الميري. انا معايا طلق حي دلوقتي على اساس ان هم اللي بيضربوا والشرطة هي اللي بتضرب. هم معاهم اسلحه ميري يعني؟ بيضربوا باسلحه ميري للاتهام للشرطه. هل انا شايف واحد معاه سلاح الي كان يعني؟ حضرتك اتنين كان معاهم سلاح الي ميري، عشان معايا انا بقول لحضرتك معايا طلقه ميري ماشي. كانت موقعه منهم. انا عندي المحل حضرتك في 6 طلقات متخرمه وبايظ ومتبهدل، واخويا مصاب وعمي ابن عمي توفى، والقصه بعد مني القصه سامي توفى، والحالات خطره كلها حضرتك. يعني احنا برضه انا مش عارف اقول لحضرتك، انا مش عارف اتكلم مع حضرتك اقول لك ايه. يلا ربنا يستعيد لكم حقكم بالقصاص، مفيش حاجه تعوض نقطه دم، ولكن القصاص يشفي جزءا من الغليل ان شاء الله. من خلال هذه المشاهد أنا بتوجه ليك بالشكر، ألف شكر، بس من خلال هذه المشاهد يمكن التوصل للأشخاص، لكن كمان تشوفوا حجم الأسلحة أهو تاني عايزين تتوصلوا للأشخاص. أنا شايف أنا أمام صبية صغار السن أهو، ده وشه واضح جدا يمكن التوصل إليه. القتلة الذين قتلوا 2 من الأبرياء وأصابوا 5 بعضهم في حالة خطيرة، مش ممكن نتعامل لما يبقى عندي مشاهد عن الذين حملوا السلاح في هذا الشارع، الشارع اللي مات فيه 2 وأصيب 5. هذه المشاهد يمكن لأجهزة الأمن وللجهات القضائية من خلالها التوصل للقتلة، وده اللي بيخفي وجهه. الشاهد كان معايا بيقول دلوقتي نرجع له تاني، اللي هو بيخفي وجهه بقطعة القماش الخضراء أو قميصه، هو بيقلع قميصه عشان يخفي وجهه بيه. ده قتل لأنه كان يطلق الرصاص حسب ما قال الشاهد. ولما قربنا صورته شوية يجيبها لنا تاني الأستاذ أشرف، وشه يعني يمكن أن يكون واضحا. ودي الحقيقة يعني مشاهد نجحت في تصويرها عائلة من البلكونة، يعني شوية تفادت لحظات الخوف من إطلاق الرصاص، لأنهم لو شافوا أي حد بيصور هيقتلوه لو هو واقف في بلكونه، لو هو جوه بيته حتى. اهو من خلال الصوره دي الشاهد يؤكد انه هذا الشخص اللي هو اخفى وجهه بعد كده خلع قميصه عشان يخفي وجهه، وشه باين الى حد ما، تستطيع اجهزه الامن التوصل اليه. وكل من لديه معلومات، هي قضيه مجتمع، اللي عنده معلومات عن الاشخاص اللي احنا شايفينهم يقدمها لنا، يتصل بنا ويقول لنا أنا عارف ده مين واسمه إيه وساكن فين. لأنه التستر على قاتل والتستر على إرهابي أنت تشاركه في نفس الجريمة. صحيح الداعشي
اللي انا شايفه ده اللي لابس اسود في اسود ده ملابسه كلها سوداء وقناعه اسود ويخفي كل ملامح وجهه، يمكن التوصل اليه من خلال الشخصيات اللي احنا شايفينها لم تخفي وجهها. اهو الواد تاني اهو ماسك المسدس، عشان كده ده اللي خلع ملابسه وده اللي كان بيطلق الرصاص في المكان ده في الشارع ده. قتل اثنان واصيب خمسة، وبالتالي يمكن التوصل الى القتلة. اهو شايفين اهو ماسك السلاح، وحسب ما قال الشاهد هو ده اللي كان بيطلق الرصاص وكان بيلم الفوارغ بعد ان يطلق الرصاص. في اتنين جايين بعد كده يمكن ايضا التوصل الى هويتهم. اهو الاتنين دول وشهم واضح جدا، ده شغل اجهزة الامن، شغل الجهات القضائية في التحقيقات بعد ذلك. علينا ان نكشف ونفضح القتلة والارهابيين الذين يدعون انهم سلميون يعني. وعلى العالم بقى الذي يوجه ادانات الى مصر احيانا، لو هذه المشاهد في الولايات المتحدة الامريكية او في احدى الدول الاوروبية يقولوا لنا كيف سيتعاملون معها. والله بالإبادة، الشرطة هناك كل من يحمل سلاحا يعني يتم التعامل معه بعنف، لأنه يقول لك أنا بنقذ الناس، أنا لما بخلص المنطقة منه لأنه يحمل سلاحا، وبالتالي أنا أنقذ أبرياء يمكن أنه يتم قتلهم بدليل أنه تم قتل اتنين وإصابة خمسة. وهم بقى طالعين أو بينسحبوا من الشارع بعد أن نفذوا العملية الإرهابية. اهو ادي الاسلحة واضحة معاهم دون خجل ودون اخفاء. لولا هذه العائلة التي قامت بتصوير المشاهد ما تمكننا من معرفة ما حدث، لانه بتلاقي قناة الجزيرة بتقدم هذه المشاهد انه رافضوا الانقلاب يقومون بالمظاهرات في عين شمس والمطرية، اعتداءات على رافض الانقلاب. هل هذا هو الوصف الذي يمكن ان اصفه أو أصف به مجموعة من الإرهابيين المسلحين، إن دول رافضين للإنقلاب ولا دول إرهابيين؟ أهو شايفين الأسلحة، مفيش حد ما معهوش سلاح، يعني مش سلاح أو اتنين أو تلاتة، كلهم يحملون أسلحة. ده في شارع حسن سرور المتفرع من أحمد عصمت اللي قتل فيه اثنان وأصيب خمسة، ويمكن التوصل إلى أوجه البعض من القتلة اللي قتلوا، يمكن من خلال هذه المشاهد الوصول لشخصيات البعض. وكمان هنا المشاهد أهو يشوف من الذي يحمل السلاح، وإذا الشرطة أدت دورها لتخليص المجتمع من الإرهابيين وحماية الأهالي هيقولوا انه تم قتل. وهتلاقوا انه قناة الجزيرة اول ما يبقى فيه اشعال نار فيقولوا مجهولون اشعلوا النار، تلاقي الخبر مجهولون. طيب لو تم اصابة احد المجهولين يقول لك تم الاعتداء بالرصاص على احد رافضي الانقلاب. لما يبقى فيه ارهاب تمارسه الجماعة يعني يحاولوا ان يتنصلوا من هذا الارهاب، فتلاقي قناة الجزيرة تقول مجهولون يعتدون على بعض المنشآت أو يشعلون النار. احنا أمام جماعة إرهابية، يمكن من خلال هذه المشاهد تاني وتالت بنقدمها للجهات القضائية المعنية ولأجهزة الأمن، إنه يمكن من خلالها التوصل إلى شخصية بعض القتلة وبعض الإرهابيين الذين نفذوا حوادث العنف. في عين شمس في نفس المنطقة أهو هتشوف أهو ده أحد الذين أطلقوا الرصاص ده قبل ما يغطي وشه، هنا بعض ملامح الوجه والجسم، هو ماسك المسدس أهو في الصورة اللي على اليمين وفي الصورة اللي على الشمال وهو يستعد لإخفاء وجهه. وفي قبلها صور يمكن من خلالها التوصل لشخصية بعض الناس، لكن اللي انتوا شايفينه ده حسب ما قال شهود العيان ده الشخص اللي كان بيطلق الرصاص بشكل متتابع ومتتالي، وبالتالي يمكن التوصل إليه.
الذي لديه أي معلومات عن أي حد شافه في هذه الصور فليقدمها لنا، فليقدمها لأجهزة الأمن. اوعى تكون شريكا في هذه الجرائم وتكون عارف حد وتقول ده فلان، لكن انا مش هينفع اقول اصله ساكن جنبي، اصله قريبي. هنا انت شريك في عمليات القتل التي تمت. كل من لديه معلومات عن اي شخص ظهر في وسط هذه المجموعات عليه ان يقدمها لنا. في بعض الصور ايضا، لو نشوف في بعض الصور اهي، دي بعض الصور اللي بتوضح كمان الاشخاص اهو، دول الاثنين، ودي دي ادي جماعات الاخوان السلميه. لما انت سلمي لماذا انت ملثم؟ لماذا تحمل الاسلحه؟ اهي دي صور يمكن انه من خلالها كمان التعرف على شخصيه البعض، بعض الارهابيين الذين نفذوا هذه العمليه. دي في عين شمس في شارع حسن سرور اللي قتل فيه 2 وأصيب 5. يمكن التوصل أو هنا عندي أشخاص بصورهم يمكن التوصل إليهم. كل من كان في المنطقة، كل اللي احنا شايفينه، في بعض الوجوه اللي كانت واضحة في مشاهد الفيديو الأولى، أي حد عنده معلومات. أنا عندي 2 أهو، وجهان واضحان تماما. يعني واضحان لمين؟ للي عارفهم هيقول ده فلان وده فلان. لا تتقاعس بقى ولا تتباطأ ولا تتخاذل في انك تبلغ الاجهزة الامنية او تبلغ وسائل الاعلام، تبلغنا حتى. يعني احنا في قضية وطن، يعني نتعاون جميعا وتتضافر جهودنا لحماية الوطن. حينما يكون الوطن في مواجهة الارهاب المسلح، فهذه الشاشة هي ملك للوطن وملك للمواطنين، وهي تتحول إلى ساحة لفضح الإرهابيين. هم يكرهون الصورة لأنها تفضحهم. اللي عنده أي معلومات من جديد، أؤكد، من لديه أي معلومات تتعلق ببعض الأشخاص الذين ظهروا في هذه المشاهد، وبعدها طبعا شفتوا ده إشعال النار في حي عين شمس، ده كان في فجر اليوم، يعني بدأوا اليوم بإشعال النار. يبدو انه كان لديهم مخطط لاشعال النار في بعض مؤسسات الدوله، زي ما حصل بالظبط بعد فض اعتصام 4، انه تم اشعال النار في مديريات الامن المحافظات لاقسام الكنائس. تعالوا نشوف لقاء مع عائله احد الضحايا في احداث عين شمس، استشهد بسبب المجموعات المسلحه التي شاهدناها. كانت مصر كلها المفروض ان على اليوم ده تبقى مستهدفه. وقفوا من البلكونه الساعه 4 الفجر انا وبنتي، لقينا دوشه، بنبص لقينا شويه عيال، بس عيال كمية كتير، مش واحد ولا 2 ولا 10، كلهم مرسامين عاملين على وشهم كده، وكلهم وماسكين ازاز وعمالين يحدفوا على الحي ومجمعين. واحد ماسك جردة ببنزين رش العربية دي البيضة كلها وراح مولع فيها. أول ما جم في الحتة دي قالوا كلمة غريبة كده، تمام؟ بعد الكلمة دي اتقالت كله طلع ازايز مولوتوف من الشنطة بتاعتهم وضربوا على الحي. سمعنا في نظام صوت ازايز بتفرقع. جينا بصينا من الناحية دي، ناس عند الحي، الناس اللي في ناس عند الحي، وعمال تحدف مولوتوف ازاز بنزين، وجم دلوا على في ميليباص واقف هناك دلوا عليه بنزين، وقعدوا فتره جامده شغالين تحديف على اول دور. لما حسوا الاهالي بتتجمع، يعني بدنا نكتر، بقى يجروا وبيضربوا نظام معاهم، نظام طارق خرطوش، شغالين ضرب وخدوا بعضهم جري. الموضوع كله كان بسرعه بسرعه، يعني حتى هما كانش في اصلا، ما كانش في حد ماشي في الشارع خالص. كنت انا بحكم ان انا مثلا شفت الموقف، لقيت واحد رافع كده يعني سلاح ناري، يعني فبيقول لي ابعد عشان ما تتكذبش. ازعق وصوت على
اي حد يطلع من الحي ما فيش، وبتوع الحي جوه خايفين ومتخايفين يطلعوا اصلا، ومش اول مره تحصل في الحي، كذا مره قبل كده حرقوا وسرقوا وعملوا وقدامنا وصورنا، احنا صورنا ها ونزلنا الصور اللي بتوع الحي، قالوا هنعمل بوم. الناس دي مش عارف عايزه تخرب ليه، يعني حرام يعني، وبعدين دي مصالح ناس وما اعرفش يعني، دي الناس هبل ولا مجانين ولا عندهم عيات ولا ايه بالظبط، مش عارف. الخسائر اللي عندنا ما فيش الا مكتبين ولعوا وعربيه كانت واقفه ميكروباص على ناصيه الحي، ولعوا النص اللي قدامي منها وزقوها ناحيه باب الحي. بدل ما انت بتعمل كده فكر ابنك هيدخل مدرسه فين، احفادك هيدخلوا مدارس فين، لما انت قاعد تهدم في المؤسسات وتهدم في الحاجات الهامه انت هتستفاد ايه في الاخر؟ ان ولادك واحفادك مش هيلاقوا اماكن يعيشوا فيها في مصر.